اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب في تسمية من رأى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى من كتاب الكافي الشريف الحديث التاسع عن القنبري رجل من ولد قنبر الكبير مولى ابي الحسن الرضا عليه السلام قنبر كان خادما لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وفي ذريته العلماء والمؤمنون ومنهم رجل كان يلقب بالقنبري نسبة إلى قنبر، وكان مولا للإمام الرضا عليه السلام، يخدم عند الإمام. هذا الرجل عاش من زمان الإمام الرضا إلى زمان الغيبة الصغرى، يعني عمّر هذا الرجل. قال جرى حديث جعفر بن علي فذمه، فقلت له فليس غيره فهل رأيته؟ قال لم أره ولكن رآه غيري، قلت ومن رآه؟ قال قد رآه جعفر مرتين وله حديث. الراوي عن القنبري يقول بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام بالسم. سألت القنبري أنه هل الإمام جعفر ابن الإمام الهادي لأن جعفرا ادعى الإمامة حسب ما يظهر من الروايات أو طمع في الإمامة وهذا الحد هو المقدار الثابت ولكن بعد ذلك تاب عن هذا وفي توقيع عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه أن سبيله سبيل إخوة يوسف، إخوة يوسف أبناء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم جميعاً الصلاة والسلام، لكنهم لم يكونوا معصومين فبالنسبة إلى يوسف ارتكبوا الخطيئة المعروفة، ولكن بعد ذلك تابوا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، فجعفر هو ابن الإمام الهادي وشقيق الإمام العسكري، بعد وفاة الإمام العسكري طمع في الإمامة أو ادعاها وتاب بعد ذلك، ولذلك كان يُذم بسبب هذا الأمر، مع أن الإنسان إذا تاب لا يُذم على ما ارتكبه قبل توبته، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما ما نقل من أنه كان يرتكب الموبقات، فهذه روايات ضعيفة بل موضوعة ولعله وضعها أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام للطعن فيهم وفي ذريتهم القنبري سأله أنت تقول بإمامة جعفر قال الله وذمه لعله كان ذلك قبل توبته عن الطمع أو الادعاء ادعاء الإمامة زين فمن الامام؟ لأن الارض لا تخلو من حجه، والأئمه اثنا عشر كما قال رسول الله صلى الله عليه واله، فمن هو الامام؟ قال الامام هو ابن الامام العسكري. سألوا القنبري: انت رأيت الامام المهدي؟ قال لا انا لم اره لانه كما ذكرنا فيما مضى الإمام المهدي في زمان الغيبة الصغرى أو في زمان الحياة الإمام العسكري رآه البعض فقط، الإمام العسكري أراه لبعض خُلَّص شيعته، وفي الغيبة الصغرى أيضًا رآه بعض، لكن لم يره الجميع، والقنبري على رغم جلالته ومنزلته لم يكن قد رأى الإمام المهدي. زين أنت ما شفت غيرك شاف؟ قال نعم رآه غيري وأيضا رآه جعفر مرتين حسب علم القنبري، والله هي أكثر من مرتين، أما القنبري علم بالمرتين. الكليني اختصر هذا الحديث إلى هذا المقدار، قال قد رآه جعفر مرتين وله حديث الكليني ما روى الحديث لان هذا الباب عقده في تسميه من راى الامام المهدي اما التفاصيل لم يذكرها وانما الحديث بشكل مفصل رواه الشيخ الصدوق باسناده عن القنبري ان القنبري قال جعفر ابن علي رأى الإمام المهدي مرتين حسب علم القنبري المرة الأولى حينما أرادوا تقسيم ميراث الإمام العسكري لأنه دار الإمام الهادي والذي دفن فيها ورثها الإمام الحسن العسكري وأيضا إخوته جعفر والسيد محمد السيد محمد توفي في زمن الإمام الهادي فلم يكن وارثا وإنما الوارث كان الإمام العسكري وكان جعفر فنصف الدار للإمام العسكري. فلما توفي الإمام العسكري مسموما زعم السلطان أنه لم يكن للإمام العسكري ولد. زين إذا ما عنده ولد لمن يكون ميراثه؟ حسب فقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الميراث يكون للأم يعني ام الامام الحسن العسكري زوجة الامام الهادي لان الام هي من الطبقه الاولى فترث بالفرض الثلث والثلثان ترثه بالرد لكن حسب فقه العام الذي كان عليه السلطان ان الام ترث الثلث والشقيق الأخ يرث ما تبقى هذا يسمى التعصيب وعلى كل حال في بعض الصور أيضا الأم لم تر لا ترث إذا كانت أم ولد على كل حال فجعفر اراد ان يستولي على النصف الثاني ايضا من تلك الدار فخرج الامام المهدي لانه هو الوارث لانه اذا كان الميت له ولد ارثه يكون للولد السدس يكون للام وخمسه اسداس يكون للولد المرة الأولى عندما نازع في الميراث عند مضي أبي محمد، فالإمام ظهر لجعفر، فقال: يا جعفر ما لك تعرض في حقوقي؟ فتحير جعفر وبهت، ثم غاب عنه، فطلب جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره. هذه المرة الأولى. المرة الثانية لما توفيت والدة الإمام الحسن العسكري، فأرادوا دفنها في الدار، يعني عند الإمام الهادي وعند الإمام العسكري، أرادوا دفنها في الدار. جعفر أراد أن يمنع من ذلك، لأنه يقول إن الدار داري، وأراد منع دفن الجدة، يعني جدة الإمام المهدي. في الدار مع أنه لم يكن له حق، الإمام المهدي هو وارث الإمام العسكري، وهو يريد أن يدفن جدته في ذلك المكان، هذا أولا، ثانيا الجدة بنفسها ورثت الثلث أيضا كما ذكرنا، فمن ميراثها كانت تدفن في ذلك المكان ميراثها التي ورثته عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يمنع، فظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلما ماتت الجدة أم الحسن أمرت أن تدفن في الدار، يعني وصت بذلك، فنازعهم وقال هي داري لا تدفن فيها، فخرج عليه السلام الإمام المهدي فقال له دارك هي ثم غاب فلم يره بعد ذلك فانسحب جعفر من هذه القضيه، هاتان المرتان علم بهما القنبري، ولكن هناك مره اخرى لم يعلم بها القنبري، وذلك في حديث رواه الصدوق ايضا حين وفاه الامام العسكري. فتقدم جعفر ليصلي لكن الامام لا يصلي عليه الا الامام فجاء الامام المهدي وظهر لجعفر وجذبه وصلى هو على الامام العسكري الحديث هكذا فلما صرنا بالدار اذا نحن بالحسن ابن علي على نعشه مكفنا عليه السلام فتقدم جعفر ابن علي ليصلي على اخيه فلما هم بالتكبير خرج صبي أوصافه كذا فجبذ رداء جعفر ابن علي ابن علي جبذ يعني جذب هذا من باب القلب فجبذ رداء جعفر ابن علي وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر وقد اربد وجهه فتقدم الصبي فصلى عليه هذا حديث حديث آخر أنه لما توفي الإمام العسكري عليه السلام فأول كانوا كان السلطان يحقق أن للإمام العسكري ولد أو ليس بولد فبعد ذلك أمر بالهجوم على دار الإمام العسكري وتفتيش الدار حتى إذا لقوا الإمام المهدي يقتلوه. كانوا يخافون من الإمام الثاني عشر لأنهم كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر أن الأئمة اثنا عشر وقد أخبر أن المهدي من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا فكانوا يخافون منه على ملكهم. فبعد فترة من وفاة الإمام العسكري اقتحموا الدار. وفتشوا الدار فلم يروا الإمام المهدي، وكما ذكرنا في حلقة ماضية أنه في زمن الغيبة الصغرى، الله سبحانه وتعالى حفظ الإمام المهدي بطريقة تختلف عن زمن الغيبة الكبرى. في زمن الغيبة الكبرى، يعني هذا الزمان اللي احنا فيه، الله عز وجل يحفظ الإمام المهدي بطريقة غيبية. لكن في زمن الغيبة الصغرى، الله سبحانه وتعالى حفظ الإمام المهدي بطرق طبيعية. إذا نريد نمثل مثال من الأنبياء الماضين، عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، الآن هو حي. من حين ما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء، إلى يوم الظهور حيث ينزل. ويصلي خلف الامام المهدي. زين الله سبحانه وتعالى حفظ عيسى عليه السلام من اليهود والرومان حينما ارادوا قتله. كيف حفظه؟ بطريقه غيبيه، يعني بطريقه اعجازيه. انشق السقف بطريقه اعجازيه وعيسى عليه الصلاه والسلام رفع الى السماء ايضا بطريقه اعجازيه. والان هو حسب الروايات في السماء الرابعة حي, حي حياته أيضا بطريقة إعجازية بقاء حيا واستمراره هذا كله بطريقة إعجازية فالله حفظه لكن بطريقة إعجازية الرسول صلى الله عليه وآله أراد المشركون قتله حينما كان في مكة الله سبحانه وتعالى حفظ الرسول ولكن كيف حفظه بطريقة طبيعية يعني شنو؟ يعني الرسول صلى الله عليه واله أنام أمير المؤمنين علياً عليه السلام في فراشه، ثم هو خفيةً خرج من مكة إلى جبل الثور في أطراف مكة، اختفى في الغار هناك ثلاثة أيام، فلما خف الطلب خرج من الغار متنكباً الطريق العام. يعني من غير طريق. إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. زين الله سبحانه وتعالى حفظ الرسول ولكن ليس بطريقة إعجازية. وإنما بطريقة طبيعية. يعني أمير المؤمنين نام مكان الرسول، المشركون كانوا في الليل يتلصصون على الدار، يجدون فراش الرسول، واحد نايم يظنون أنه الرسول، ما راحوا يبحثون عنه. وصل الرسول الى الغار ذهب اختفى في الغار ثلاثة ايام لان في هذا هذه الايام الثلاثة كان المشركون يبحثون عنه في كل مكان في اطراف مكة حتى انهم وصلوا الى باب الغار فلما خف الطلب خرج لكن ما مشى من الطريق العام وانما تنكب الطريق من غير طريق راح الله حفظ الرسول ويمكرون ويمكر الله كيف كان مكر الله؟ بطريقه طبيعيه والله خير الماكرين في زمن الغيبه الصغرى الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفظ الامام المهدي بطريقه طبيعيه ولذلك حينما أرادوا أن يهجموا على الدار ويفتشوا عن الإمام المهدي الإمام المهدي خرج عن الدار قبل اقتحامهم للدار بعشرة أيام يعني كان يمكن أن بطريقة إعجازية غيبية يقتحمون الدار فلا يرون الإمام المهدي لكن الله سبحانه وتعالى أراد في هذه الفترة أن تكون بطريقة طبيعية هذا في التدريج في الأمور أنه يعني الإمام المهدي خرج من الدار قبل الحادث بعشرة أيام وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنها من أحب البقاع لولا الطرد. يعني الراوي الذي رأى الإمام عليه السلام يقول: الإمام قال هذا الكلام: إنها أحب البقاع. لماذا هي أحب البقاع؟ لأنه مدفن والد الإمام العسكري. ومدفن جده الإمام الهادي، وهو ولد في هذه الدار، ونشأ فيها، وفي هذه الدار والدته وجدته، فلذلك كان يحب هذه الدار، لكن لولا الطرد طردوه من الدار بأنهم أرادوا أن يقتحموا الدار فيقتلوه. مثل ما الرسول صلى الله عليه واله حينما خرج من مكه في بعض الروايات التفت الى مكه، هو يخرج وقال والله اني احبك، ولكن المشكله شنو هي؟ انه لمكه اهل سوء المشركون ارادوا قتل الرسول فلذلك خرج من مكه حفظا لنفسه اللهم انك تعلم انها من احب البقاع لولا الطرد حديث اخر الحديث الحادي عشر هذا الحديث فيه بيان قصه احد جلاوزه السواد الجلاوزة جمع جلواز. جلواز يعني الشرطي، لعلها كلمة معربة. السواد أرض العراق. لماذا سميت بأرض السواد؟ لكثرة النخيل والأشجار فيها. بحيث أن الإنسان من الصحراء عندما يأتي من بعيد حينما يرى العراق يراه بلون أسود لأن الأخضر إذا من بعيد رأيت رأيته غامقا يميل إلى السواد ولذلك سموا العراق بأرض السواد هذا واحد كان من جلاوزة السواد هذا كان ضمن مجموعة أرادوا اقتحام دار الإمام بقيادة رجل اسمه السيماء لعله كان من غير العرب هذا السيماء أرسله السلطان لمصادرة دار الإمام الحسن العسكري أو لتفتيش تلك الدار أو لقتل الإمام المهدي فهؤلاء باغتوا اهل الدار كيف؟ دخلوا في الدار وكسروا الدار كسروا باب الدار فاراد سيماء ان يدخل فالإمام اجاه لعله كان خارج الدار وبيده طبرزين طبرزين تشبه الفأس، آلة حربية وكلمة هي معربة كلمة أعجمية عربت طبرزين. هنا أيضا الإمام عليه الصلاة والسلام ظهر لسيمياء أو سيماء ورآه هذا الجلواز ولعله رآه غيره. وبيده هذه الاله لتخويفه لتخويف سما لان في الدار نساء ام الامام جدة الامام نساء اخريات كنا حدده فلذلك سما خاف وتراجع هذا الجلواز ماذا يقول يقول شاهدت سما انفا أن يعني فيما مضى بسر من راى سما من هو رجل مبعوث من السلطان العباسي لضبط ميراث الامام العسكري، وقد كسر باب الدار، فخرج عليه وبيده طبرزين، فقال له ما تصنع في داري؟ فقال سيماء ان جعفرا زعم ان اباك مضى ولا ولد له. فإن كانت دارك فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك خاف قال أني أنصرف فخرج عن الدار زين راوي هذا الحديث يقول سمعت هذا الكلام من الجلواز بس أراد أن يتأكد من هذا الكلام فخرج علينا خادم من خدم الدار فسألته عن هذا الخبر سألت هذا كلام الجلواز صحيح لو مو صحيح فقال لي من حدثك بهذا؟ فقلت له حدثني بعض جلاوزة السواد، فقال لي لا يكاد يخفى على الناس شيء. يعني القضية حينما يراه واحد ينقلها، هي القضية لم يكن يعلم بها أحد، لكن لما رآها البعض نقلوها، فلذا القضية انتشرت. ثم بعد ذلك الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي أخبار أخرى في من رآه منهم عمرو الاهوازي قال ارانيه ابو محمد وقال هذا صاحبكم. خبر اخر عن ابي ناصر ظريف الخادم انه رآه. خبر اخر عن رجل من اهل فارس سماه ان ابا محمد اراه اياه. واما الحديث الخامس عشر من احاديث هذا الباب عن احد الرواة قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الى الموقف، الموقف يعني عرفات، فاذا شاب قاعد عليه ازار ورداء وفي رجليه نعل صفراء يعني كان في عرفات لكن لم يكن محرما هسه اما كان في يوم التاسع من ذي الحجه والامام عليه الصلاه والسلام في تلك السنه لجهه لم يحج لكنه حضر الموقف او لا كانوا في الموقف في غير اليوم التاسع من ذي الحجه لكن الظاهر أنه كان في يوم التاسع من ذي الحجة فإذا شاب قاعد عليه إزار ورداء لم يكن محرما يعني ما كان حاجا وفي رجليه نعل صفراء فقومت الإزار والرداء بمئة وخمسين دينارا يعني الثياب التي كانت عليه ثياب فاخرة وليس عليه أثر السفر السفر سابقا كان جدا صعب الواحد لما يسافر مبين عليه من شعره ووجهه والغبار الذي عليه ومن حالته مبين أنه هذا مسافر لكن هذا الشاب لم يكن عليه أثر السفر فكأنه يعني مثلا زعم أنه من أهل مكة جاي في الموقف مثلا عند شغلة أو كذا وليس عليه أثر السفر فدنا منا سائل فرددناه، واحد إجى سأل تكفف، فرددناه، فدنا من الشاب فسأله، فحمل شيئاً من الأرض وناوله، شال فتحصوة فتحصات وناولها لذلك السائل، فدعا له السائل، واجتهد في الدعاء وأطال، يعني هواية فرح هذا السائل الفقير. زين شال شيء من الارض وسلم إليه ليش هذا السائل فرح بهكذا عطيه واطال في الدعاء لهذا الشاب فقام الشاب وغاب عنا هذا الشاب راح فدنونا من السائل فقلنا له له ويحك ما اعطاك شنو اعطاك فارانا حصات ذهب مضرسه لها اضراس هذه المعجزه راها من الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليش هسه الذهب كان مضرس لانه اذا مثلا ليره او ذهب عادي لحله يقال انه مثلا واحد من الحجاج سقطت منه او من نفس هذا الشاب سقط هذا الذهب او هذه الليره مثلا او هذه القطعه فرفعها من الارض وسلمها اياه لكن عندما تكون او يكون الذهب بشكل حصات فيه اضراس مبين انه هذا مو شيء مصنوع من الحجاج لانه لا احد يصنع قطعه من الذهب مضرسه لو هي قطعه ملساء مثلا او مصنوعه لكن قطعه مضرسه بهذه الطريقه غير المتعارفه مبين ان هناك كرامه ومعجزه فأرانا حصاة ذهب مضرسة قدرناها عشرين مثقالا فقلت لصاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندري لأن هذه معجزة لا تصدر من غير المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم ذهبنا في طلبه فدرنا الموقف كله فلم نقدر عليه دورنا في كل عرفات ما وجدناه زين هسا هذا قلنا يمكن هسه مثلا احنا ما لقينا بس نسأل عن أهل مكة، فسألنا كل من كان حوله من أهل مكة الذين كانوا في ذلك الموقف، والمدينة، فقالوا شاب علوي يحج في كل سنة ماشيا، في كل سنة يأتي إلى الحج بهذه الهيئة، هم علموا أنه الإمام المهدي للمعجزة التي رأوها منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين